وخلونا ناخد معانا على التليفون بعد اذنكم على نفس ذات الموضوع، وهو المساعدات الانسانيه اللي احنا بنقدمها لاهالينا في فلسطين. استاذ عمرو مجدي، مدير العمليات الميدانيه بالتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. اهلا بيك يا استاذ عمرو. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك استاذ عمرو. يعني عايزين نعرف اكتر حجم المساعدات الانسانيه التي وصلت الى الجانب الفلسطيني حتى الان. احنا وصلنا قد ايه مساعدات، سواء اذا كانت على مستوى الاغذيه او على مستوى مياه الشرب او المهمات الانسانيه الاخرى، زائد الادويه، وبنوصل قد ايه لحد دلوقتي؟ والسؤال، من الذي يعرقل دخول اي شاحنه من الشاحنات؟ مساء الخير على حضرتك. اولا الحقيقه يعني هو الادعاء اللي صدر عن مصر فيما يخص المساعدات الانسانيه هو ادعاء مضاد للغايه. فريق عمل التحالف الوطني والتحالف الوطني الجهه كان اول الجهات على مستوى العالم تقريبا استجابه للازمه الانسانيه في فلسطين، وكنا متواجدين باول قافله واللي تم اعدادها كما ذكرنا مسبقا في مؤتمر صحفي للتحالف الوطني ومؤسسه الحياه الكريمه في خلال 36 ساعه فقط. فاحنا كنا الاسرع استجابه وكنا اوائل الجهات على مستوى العالم، مش داخليا فقط، المتواجدين امام معبر رفح منتظرين فتح الطريق لدخول المساعدات. الحقيقه ان يعني مندهش جدا من الادعاء ده، لان احنا حتى كنا بنصادف ده كجهات موجوده على الارض في محيط معبر رفح، ان ابواب معبر رفح دائما كانت مفتوحه، يعني لم تغلق، يعني حتى على 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 عكس المعتاد في مثل هذه النقاط الحدوديه ان يكون حوالينا دايما تلاقي هذه النقاط مغلقه باحكام ويكون المرور فيها صعب للغايه، ولكن المكان كان دايما مفتوح، مفتوح امام جميع وسائل الاعلام، حتى اللي كانت بتغطي على مدار الساعه المنظر كان دايما متاح للشاحنات تمر، وكان دايما متاح للشاحنات تعبر. الازمه دايما كانت في الطرف الاخر، كانت في الطرف الاخر اللي استمر في يعني قصف حتى الطريق الممهد الشاحنات تمشي عليه، البوابه من الجانب الاخر، الاستعداد حتى لدخول الشاحنات، كل ده كان هو يعني الاحتلال كان بيضرب الطريق والمعبر من الجانب الفلسطيني حتى لا تمر الشاحنات المصريه، صح ولا انا غلطان؟ الحقيقه ده خبر حتى كل الوكالات الانباء اتبعته، وحتى بما فيها وكالات الانباء الاجنبيه، يعني دي حاجه احنا مش بندعي بيها عليهم اطلاقا. كمان يعني الغريب في الامر هو ادعاء ان مصر هي اللي تمنع دخول المساعدات في نفس التوقيت اللي مصر سمحت او القياده المصريه سمحت لمئات المتطوعين التواجد والاستمرار في التواجد امام معبر رفح لحين ما وصل السيد الامين العام للامم المتحده وشاف حجم الاصرار من الطرف المصري على دخول المساعدات. حجم الاصرار ده الحقيقه كان بيشترك فيه القياده السياسيه مع الشعب المصري، مع حتى الشباب المتواجد المتطوع المتواجد حوالين المعبر، في اصرار شديد ان كله منتظر لحين الاطمئنان لدخول المساعدات لاهلنا في فلسطين. صحيح. وده مش بس انعكس كمان في التواجد امام المعبر، لا ده كمان في تواجد يعني نقدر نقول المتطوعين اللي اشتغلوا بالمئات لاعاده تجهيز الشاحنات وتنظيمها والتاكد انها كلها مطابقه للمعايير اللي اتفق عليها، يتم فحص الشاحنات بيها عشان نقدر ان احنا نضمن ان مفيش شاحنه من دي ترجع تاني، وان كل الشاحنات تدخل وكل الشاحنات تكون مكتظه بالمساعدات للاخر، عشان كل يعني سنتي موجود من مساحه في اي شاحنه داخله يكون بيحمل المساعدات لاهلنا. حجم الاسهام المصري في اجمالي المساعدات التي قدمت للشعب الفلسطيني تقريبا كم في الميه يا استاذ عمرو؟ بنتحدث عن يعني عن حجم بيتخطى 80% من المساعدات اللي وصلت لقطاع غزه، 80% منها من المساهمات المصريه، والمساهمات المصريه كان يعني هي في الاول وفي الاخر وبشكل رئيسي طالعه من ابناء الشعب المصري، يعني شعب مصر اللي في عز الظروف الاقتصاديه اللي بيشوفها هو اكثر الشعوب جودا وتبرعا ومساهمه في رفع اثار ازمه
الازمه الحديثه الان عن يعني اشقائه من الشعب. انا بشكرك جدا جدا جدا. أنا آسف، أستاذ عمرو مجدي مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.